ليه يا كابتن؟ المحترف اللي كان موجود. بص حضرتك. لا قول. هو عارف. قول بقى ونستغلوا تواجده معانا. وبعدين لا لا, 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 لا قول يا كابتن قول قول احنا في البيت الكبير. عادي يعني. عادي احنا الكابتن هاني رمزي اللعيب الوحيد. انت عارف بقى حضرتك وصلنا هناك ايه المكان ده؟ ايه ده احنا بقى رايحين بقى على اساس بقى ايه؟ هنروح بقى ننزل في اوتيلات وننزل الجيم الصبح مش عارف الساعه كام والساونا الساعه كام والتدليك الساعه كام روحنا لقينا يعني لو رجعنا بالسلامه تبقى الحمد لله قوي يعني تمام والله الحاجه كانت صعبه جدا وكله بقى واللعيبه وكابتن جوهر شد وكام دخلنا اول يوم نتغدى فعباره الغدا عباره عن ايه في غرفه كده داخل شاليه كده يمكن حاجه صعبه جدا يعني والترابيزات معموله على حرف يو والاكل نزل طبعا اللحمه شكلها صعب سودة لحمه سودة صعبه والاكل فعلا مش بتاع رياضيين يعني هم بامكانياتهم طيبين جدا جدا هو الوحيد اللي ما اكلش هاني رمز لا بالعكس الوحيد اللي قاعد ما بيتكلمش وماسك سوس كوكل ويروح دخل الكرسي مكانه وقايم هو كابتن هاني رمز كان المحترف ساعتها في المانيا والله ده حصل لان خلي بالك ودايما بتكلم مع الناس في النقطه دي نقطه مهمه جدا ان اللعيبه بتيجي يعني ما كانش فيه ناس محترفه كتير فهم واخدين هاني جاي بقى هيتقرنن علينا فانا لازم ابقى مش هقول لك قدوه لكن انا لازم اديهم السكه لا ليه قدوه برضه لا لازم اديهم السكه اولا يعني ان لان لو انا رايح مع ناديه في حته والنادي رحنا حته مكان صعب لازم تتعايش انا متعود تتأقلم. اللي قدامي فاكر كابتن علاء اللي قدامي باكله يعني اي حد ده حقيقه حقيقه فمش عارف مره من مين اللعيبه قال له كابتن انا عايز كلام هو الراجل المحترف في المانيا باكل وانتوا مش عارف ايه وتوت كابتن كلمه شويه من صلاحات لذيذه كده فهاني عمل موقف ساعدنا كلنا فعلا اللي احنا اللعيبه دي بقى خلاص ده هاني زي ما هاني بيقول ايه ان هو محترف وهو اللي بياكل الاكل ده بيتعامل بقى بيتعامل لازم. مع الموقف هذا راجل محترف احترف اكل هنا انام هنا وبتاع الحاجات دي كلها فكان موقف جميل جدا البطوله دي كان فيها مواقف كتير جدا جدا جدا